السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا في ساعة جديدة من ساعات كورس صناعة المصمم المحترف. إن شاء الله النهاردة هنبتدي في موضوع بسيط وسهل ومفيد، موضوع متميز نقدر من خلاله إن احنا نعمل تصاميم شكلها كويس، نقدر إن احنا نرسم اللي احنا عايزينه. الموضوع ده هيستمر على مدار درسين، هو بسيط جدا لكنه أساسي في الشغل. وأول لما بنقول هنتعلم الجرافيك ديزاينر أو الجرافيك، يعني وإن أنا أكون جرافيك ديزاينر، بيجي في بالنا على طول يعني أنا هعرف أقص الصور على طول. ده يعني إيه؟ اي حد بيفكر انه يشتغل في الجرافيك فبيقول يعني هعرف اقص. ايوه هتعرف تقص وباحتراف كمان. النهارده ان شاء الله هنتعلم اداه جديده وهي اداه البين تول. البين تول، طيب خلونا نبتدي كده، نعمل فايل ونيو. انا هعمل لوحه مثلا مقاسها 50 × 70 وريزوليوشن 72 وسي ام واي كي، واقول له اوكي. تمام، ده الديزاين بتاعي زي ما احنا متعودين. الجايد على طول لازم نشتغل جايد. تمام، انا عملت كده الجايد عندي. ايه اللي انا عايزه دلوقتي؟ عايز اشوف فين مكان الاداة اللي انا عايز استخدمها. احنا خدنا ده شريط الادوات، دي القائمة اللي فيها الادوات، تعلمنا منها الاداة ديت هي الموف تول، تعلمنا منها اداة الكتابة، وتعلمنا اداة رسم الاشكال، وتعلمنا حضراتكم ان ده اللون الامامي واللون الخلفي. دلوقتي حضراتكم هنتعلم بكل بساطة أداة البين تول. فين البين تول؟ هي الأداة اللي فوق حرف التي دي، شايفين التي؟ التي اللي هي الكتابة تكست، الأداة اللي فوقيها بالضبط اللي عاملة زي سن قلم كده حبر، بين تول. هضغط عليها. تمام، الأداة ديت شبيهة بالضبط بأداة رسم الأشكال، لكن أداة رسم الأشكال الأشكال بتكون جاهزة عندي وأنا إيه بمشي وراها. لا، في الأداة ديت انا اللي هرسم الشكل اللي انا عايزه. فاول خطوه كنا بنقول عليها في خطوات رسم الاشكال كانت ايه حضراتكم؟ ان احنا نعمل لير جديد. هروح اعمل لير جديده. انا كده عملت ليه؟ انا ما روحتش بالتليفون لان احنا المفروض عرفنا مكانها فين. تمام، مكانها في قائمه اللييرز تحت جنب سله المحذوفات. فانا رسمت اللير اللي هرسم فيها الشكل اللي انا عايزه. اداه البين تول عباره عن نقاط بنعملها او بنقعد نرسمها يعني، ونعمل ايه؟ ونقفل المسار اللي احنا بدأناه. اهم حاجة ان احنا نقفل المسار. انا هضغط، ادي اول نقطة، وادي تاني نقطة، تالت نقطة، رابع نقطة، خامس نقطة. قفلت المسار كنترول وانتر. انا بكمل كأن انا ايه برسم شكل بالضبط وعايز ألون. فأنا بعمل إيه؟ Alt مع Backspace Control D، رسم لي شكل جديد. الشكل ده على ذوقي أنا، على مزاجي أنا. تمام؟ طيب لا، ده أنا عايز ألغي وأعمل شكل تاني. شوف حضراتكم لو جيت من برة من هنا كده عملت نقطة، وبعدين جيت هنا وعملت نقطة، وجيت هنا وعملت نقطة. تمام؟ بقفل أنا الإيه؟ المسار بتاعي، وهعمل Control وإنتر برضو. تمام، واعمل ايه؟ انا اللير الجديده عملتها، هختار الالوان زي ما انا افضلها. افترض هشتغل حاجه زي كده مثلا، هعمل ايه؟ Alt مع Backspace. تمام، واقول Control D علشان اعمل ايه؟ الغي السيليكشن. الحاجات دي انا بستفيد منها في ايه؟ ببساطه كده بستفيد منها ان انا اعمل الهيدرز بتاعت التصميم بتاعي، اللي هي ايه؟ الترويسة الكبيرة بتاعت التصميم.
يعني مثلا انا عايز اعمل محل اسمه ايه، فوشيا وليكن، نشوف كده الكلمة اتكتبت ولا لا. تمام، ادي فوشيا، اختار الفونت بتاعي اخليه اكبر شوية وليكن زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، كنترول تي، انا بعمل كنترول تي علشان ايه، يصغر شوية. ادي المحل اللي اسمه ايه، فوش، مش عاجبني الفونت هختار فونت غيره. تمام، وليكن زي كده، اقول له كنترول تي، صغره شوية صغيرين بس كده. تمام، وانزل تحت، هعمل ستروك حواليه علشان يكون شكله شيك، واخد الستروك دايما انا بفضله اخد درجة اللون ده واخد الاغمق منه، يعني اخد درجة اللون اللي انا الارضية واخد الستروك يكون بالايه، باللون اللي اغمق منه شوية، بحيث يكون في ماتشنج. يعني شايفين حضراتكم دي ترويسة بتاعت ايه، شغلانة ببساطة. يعني الموضوع مش صعب خالص، انا مش عايز حضراتكم تحسوا بنوع من القلق وانتوا بتشتغلوا، لا خلاص انتوا كده طالما عرفتوا ازاي انكم تأسسوا الديزاين فالدنيا بتمشي معاكم. طيب عايز اضيف اضافة جميلة كده هنا، شوف حضراتكم، هاخد كوبي، هاجي هنا واخد كوبي من اللير دي واجي على اللي تحت واديها كولر اوفرلاي، لون تاني كده مثلا، واختار الدرجة الغامقة من ده واقول له بالسهم كده ينزل لي. ايه اللي حصل؟ شايفين حضراتكم بيعمل لك ايه، منظر شكله شيك شوية. الديزاين هو بيجي كده وانت بتأسس للديزاين. طب احنا عملنا ايه بالضبط؟ ايه اللي احنا عملناه؟ انا جبت اداة البين تول، تمام، ورسمت بيها اللي انا عايزه. اقدر اعمل باداة البين تول، هعمل لير جديدة اهي وارسم تحت اهو، شايفين حضراتكم الكروس ده، المثلث ده اهو، كنترول وانتر، تمام، والت مع باك سبيس بيعمل لي ايه، لون جديد، كنترول دي. تمام، هعمل ايه، اخد منه برضو كوبي واعمل كولر اوفرلاي، لون مختلف، وليكن عايز ادخل في الوان مختلفة خالص، درجات تانية يعني مثلا، واقول له ايه، حرك لي ده بس لتحت كده شوية وهاته كده مثلا. تمام، منظر، وناخد منه نعمل كوبي برضو بنفس الشكل، هجيب دي كده وليكن color overlay وديها لون تاني. تمام، انا بعمل ايه، بلعب في الديزاين بتاعي بحيث ان انا اشتغل شغل احترافي، انا يعني ايه، ابتكار حاجات من جديد انا اللي عاملها. دي كلها بتتعمل ازاي حضراتكم؟ بتتعمل بين تول. طيب يبقى انا اداة البين تول بعمل ايه بيها، برسم بيها اشكال. شوف حضراتكم عايز ارسم شكل مثلا اهو، عمال طالع نازل في الديزاين مفيش مشكلة خالص، كنترول وانتر، واعمل له لير جديدة منساش، واعمل كنترول مع باك سبيس، عمل لي ايه، شكل جديد، هاخده انزل بيه تحت شوية كده مثلا، واعمل الاوباستي بتاعه اقل شوية. تمام، يعمل لك ايه، اي حركات في الديزاين. يبقى احنا دلوقتي اداة البين تول بنستخدمها نعمل ايه بيها، نرسم بيها اشكال. طيب أداة البين تول ليها استخدامات أخرى غير كده؟ أيوة، برسم أشكال، بس احنا كنا بنرسم دلوقتي أشكال بشكل مستقيم، لا أنا عايز أعمل إيه، عايز أرسم أشكال يكون فيها كيرفات، فأنا بضغط أول نقطة أهي، تاني نقطة ركزوا معايا، هضغط عليها ومرفعش إيدي عن الماوس، أفضل ضاغط كليك شمال على تاني نقطة، أفضل ضاغط وأعمل إيه، وأحرك الماوس. شايفين حضراتكم بيعمل ايه، بيعمل لي منظر كيرف. تمام، طيب عملته ازاي، نعمل كنترول زد
ونشوف. ادي اول نقطة بعملها عادي. تاني نقطة اضغط وما سيبش ايدي من على الماوس، اضغط وما ارفعش ايدي من على الماوس اهو، تمام؟ بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي كيرف. علشان اعمل نقطة جديدة اضغط الت، اضغط الت واضغط على اخر نقطة، هضغط الت واضغط على اخر نقطة. شايفين حضراتكم؟ ادي الت وادي اخر نقطة انا واقف عليها، هي دي. فبيعمل لي ايه؟ رسمة جديدة اهي، واكمل. يبقى انا كده عملت ايه؟ قطعة من البيتزا، كنترول وانتر، الت مع باك سبيس، الت مع باك سبيس. منساش ان انا اعمل لير جديدة، كنترول دي، دي قطعة من البيتزا ببساطة. طيب بستفيد ايه بقى من الموضوع ده؟ اقدر اعمل لوجوهات بيه. يعني مثلا انا عايز اعمل لوجو اهو كده مثلا، وليكن هاجي على اخر نقطة دي واعمل المنظر ده، وليكن كنترول وانتر، والونه بكل بساطة، الت مع باك سبيس، تمام. ده كده كمان، وكمان واحد مثلا منظر. طب لو عملت واحد منهم كنترول تي وكليك يمين عليه وفليب هوريزونتال، وليكن ايه اللي انا عايز اقوله؟ ان احنا بس بنرسم اشكال بسيطة دلوقتي. يعني عايز حضراتكم ايديكوا تمشي على الكيرفات دي. لو انا بديت من هنا وليكن اهو من بره وعملت كيرف كده، تمام، وعملت الت وضغطت على اخر نقطة زي ما انا قلت، وجيت هنا وعملت كده اهو، بيعمل لي ايه؟ هقفل المسار، كنترول وانتر، بيعمل لي ايه؟ كأن انا بعمل ترويسة جديدة، اعمل لير جديدة، الت مع باك سبيس، كنترول دي، عمل لي شكل ايه؟ كيرف بسيط قوي. عندنا مشكلة؟ لا ان شاء الله مفيش مشكلة. عايز ارسم حاجة مثلا زي علم مصر في زاوية مصر، انا هشيل كلمة فوشيا ديت، تمام، عشان اشوف علم مصر هقدر ارسمه ازاي ببساطة بشكل يكون جميل. شوفوا حضراتكم، ادي اللير الجديدة، وادي البنتول في ايدي، وجاي انا في الزاوية هنا وعايز ارسم علم مصر بالشكل ده، وليكن علم مصر. طبعا احنا عارفين ثلاث تلوان، اللي فوق خالص لونه ايه؟ احمر، تمام، قلت مع باك سبيس، كنترول دي، لا لا مفيش تأخير، تمام. وهاجي اخد من دي كوبي وايه، ونزلها كده وليكن، ودي له كولر اوفرلاي يكون لونه ابيض، تمام. وبعدين هاخد منه كوبي ودي له كولر اوفرلاي اسود، تمام. ده كده لو انت بتعمل ديزاين لواحد مرشح يمشي على انه علم مصر، ما فيهوش مشكلة خالص، شغال. طيب نقدر نعمل ايه تاني؟ نقدر نعمل علم مصر بكيرف له شكل تاني. ها انا هبتدي كده وليكن، واجي هنا كده اهو، شوف حضراتكم، كنترول وانتر، ولون باللون الايه؟ الاحمر، تمام، اللي هو 100، وادي 100 كمان، نقول له اوكي، الت مع باك سبيس، تمام، كنترول دي. اللي في النص هنعمله ايه؟ ابيض زي ما قلنا، كولر اوفرلاي على نفس اللاير دي ابيض، وانزل بيها شويه، نزلنا بيها شويه وخليها ورا، يعني اللير دي تيجي تحت،
شايفين حضراتكم اللير دي انا عايز اجيبها تحت اللي هي كنترول اصغر منه. طيب وهاخد منها كوبي واديله كلر اوفرلاي اسود. تمام انزل بيها شوية تحت كده وهاتها كنترول اصغر منه. اعمل لك ايه دلوقتي؟ علم مصر عايز تجيب ايه ده؟ مفيش مشكلة اهو اديله كلر اوفرلاي ابيض من اول لير فوق خالص. حرك كده تمام. عمل ايه؟ هدي ده كلر اوفرلاي لون ابيض. اديلك ايه ده في شغل الانتخابات؟ ده اللي موجود على طول. لو ربطت الاربع ليرات دول مع بعض، اربطهم مع بعض كده تمام، اعمل لينك واعمل كنترول تي وادورهم الفهم كده من هنا بالشكل ده، بتلاقوا المنظر ده كتير ايام الانتخابات. تمام يكتب هنا الرمز مثلا ويحط الصورة بتاعته هنا، او انه يجيب المنظر كده مثلا نقول كنترول تي تمام ويلفه شوية كده يكبر ويحط ايه صورته هنا كمرشح. نقول مثلا اوبن، اختار اي صورة. للأسف ما عنديش صور كتير، لكن خلونا ناخد صورة زي دي كده مثلا اهي. نصغر كنترول تي اصغر شوية طبعا، المفروض واحنا بنصغر بنحافظ على البعد. تمام علشان اقص الشكل ده بالشكل اللي انا عايزه البنات دول هعمل دي حتة بس ركزوا معايا فيها. شايفين اللير دي اللي انا واقف عليها اللي هي لونها ابيض اللي انا عايز اقص عليها اللي هي الفاصل الجزء اللي هنا ده، هضغط كنترول كنترول واضغط هنا. هنا فين؟ هنا هنا. هضغط كنترول واضغط في الجزء ده، كنترول واضغط في الجزء ده تمام، واقص. شايفين اقف على اللير اللي انا عايز اقصها اللي هي اللير اللي فيها البنات دي والولاد ماشي، واقول له سيلكت. سيلكت يعني اختار لي، وانفيرس يعني العكسي، قص لي اللي بالعكس واقول له ديليت كنترول دي. عمل لي ايه؟ طلع لي القصه اللي انا عايزها ان هما ايه واقفين ورا العلم زي ما حضراتكم شايفين كده. نقولها تاني، نقول تاني انا كان عندي هعمل الت كنترول زد علشان ارجع للشكل زي ما كان. انا دلوقتي عايز اقص على العلم ده تمام، فالعلم ده كان عندي الجزء الابيض ده، الابيض هو ده اللي انا عايز ايه اقصه، الجزء الابيض. شوفوا كده حضراتكم اهو الابيض ده، انا عايز امشي مع الخط الابيض ده، فالابيض ده جايلي من الشكل اللي فوق اللي هي اللير دي تمام. هعمل ايه؟ هضغط كنترول واضغط في الجزء اللي انا قلت لحضراتكم عليه كليك. لما عملت كليك بدأ يعمل ايه؟ سيليكشن. هختار اللير اللي انا عايزها اللي هي رقم 11 دي اللي فيها ايه الاولاد دول، واعمل سيليكت وانفيرس يعني عكسي، يعني كده هيحافظ على اللي جوه ويقص لي الايه اللي بره، واقول له ديليت كنترول دي. تمام الموضوع بسيط، بكره ان شاء الله هنعرفه بشكل ايه ابسط من كده خالص، واحنا بنقص الاشكال علشان نستخدمها ونحطها في الديزاين. اذا انا اداة البين تول بتعمل ايه معايا؟ بترسم لي زي ما انا عايز. ها عايز ارسم الكيرف كده تاني اهو ماشي. طيب عايز انا اعمل كيرف واحد بس كده خاص بيا اهو، هدوس الت زي ما قلت لحضراتكم واضغط على اخر نقطة انا وصلت لها، وبعدين هاجي هنا بالشكل ده مش لطيف.
كنترول زد، اجي هنا مثلا اعمل كده وبعدين الت وادوس على النقطة دي وارسم الشكل ده وليكن كنترول وانتر، وبعدين اعمل له لير جديدة الت مع باك سبيس كنترول دي. عمل لي ايه هو كده؟ شكل كيرف مثلا، عايز اخد منه كمان واحد كوبي طلعه فوق شوية واعمل له كولر اوفرلاي تمام بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اوكي كمان واحد كولر اوفرلاي حركه فوق شوية اهو بالسهم كده، انا بحرك اعمل لي نفس الشكل اللي حضراتكم عايزينه تمام. الدنيا بسيطة جدا جدا جدا، الأداة دي مفيش أسهل منها، بتستخدم في الرسم وفي قص الأشكال. بستخدمها في إيه؟ في الرسم وفي قص الأشكال، أداة البين تول. يبقى دي البين تول. لو أنا عايز أكتب حاجة مثلا، عايز أكتب وليكن حاجة زي إيه، كاليجرافي كده مثلا، هذا حرف الألف، وعايز أكتب إيه، أمي مثلا، وليكن كنترول وإنتر تمام ألت مع باك سبيس، عمل لي إيه، كتب وليكن خطي وحش بس ما فيش مشكلة. يبقى احنا لما بنيجي نكتب حاجة مثلا ممكن نكتبها دي. ايوة طيب ما فيش مشكلة يا استاذ عاطف، ما تروح ان شاء الله بالسلامة، تتابع زي ما انت عايز. هذا حرف الالف الت مع باك سبيس، ما ننساش نعمل اللير الجديدة. هذا حرف الالف تمام، هذه الهمزة بتاعته، حاجة تخيلية كده أنا بعملها، كنترول مع انتر وألت مع باك سبيس كنترول دي تمام كده مفيش أي مشكلة. عايز أعمل ايه دلوقتي تاني؟ افتح كده أي شكل وعايزين نقصه، عايز أختار شكل كده يكون خفيف ونقدر نقصه. بسم الله الرحمن الرحيم، تحت أمرك يا فندم. عايزين شكل يكون خفيف ونقصه أي صورة. طيب خلونا أتي مثلا نموذج من اللي أنا كنت لسه بحكيه لحضراتكم تمام، ده الهيدر اللي احنا عايزين نعمله. طيب لو انا عايز اعمل شكل زي ده اللي حضراتكم شايفينه واللي مكتوب فيه اختصاصات المجلس الطلابي دي، عايز ارسم اشكال تنفع استخدمها هيدرز او بانرات. ادي بصوا شايفين حضراتكم، ادي منظر اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، وهعمل لير جديدة كنترول وانتر وادي لون وليكن اخضر الت مع باك سبيس كنترول دي تمام. عايز ادي ايحاء ان الشكل ده شكل له تكملة تانية، شايفين حضراتكم اللي انا بعمله، كنترول مع انتر ودي ايه، اغير اللون بس شوية الت مع باك سبيس كنترول دي. ايه اللي حاصل؟ هرجع بس بدي المنظر الجديد، السهم الجديد ده لورا، يدي لك انطباع انك عامل حاجة ايه زي ستاند كده تمام، وعايز تكتب ايه عرض خاص
كنترول A أصغرها شوية، 250، لا أقل من كده كمان، 200، تمام. طلع الكلمة دي قدام شوية، عرض خاص، صغرها، اعمل كنترول T، لمها شوية، عايز تعملها كده وليكن اهو، اديها ستروك ابيض. يبقى انا عامل ايه؟ اشكال انا بشتغل من خلالها، انا اللي بعملها. دي حاجات بسيطة خالص. على سبيل المثال هتشوفوا حضراتكم في نموذج انا عامله، بسم الله الرحمن الرحيم، سامبلز عايز اشوف شغلانة كده انا مستخدم فيها الشكل ده بشكل احترافي. شوفوا حضراتكم الشكل ده، الاشكال اللي من اجراءات الامن والسلامة، ايه اللي مكتوب؟ شايفين الشكل ده؟ نقدر نعمله؟ ايوه، بصوا كده حضراتكم، ادي واحد اهو، ببساطة خالص، كنترول وانتر، تمام. ودي لون مختلف، اخضر وليكن، الت مع باك سبيس، ادي اداني شكل، تمام. وعايز اعمل الشكل التاني اهو، كنترول مع انتر، وما انساش اعمل اللير بتاعته، وادي له لون تاني وليكن، افتح شوية، الت مع باك سبيس كده، هو جاب لي ده فوق، عايز ارجعه ورا، كنترول اصغر منه، تمام. والاخير اللي ورا عايز ارسمه اهو، تمام، كنترول مع انتر واعمل اللير بتاعته، وليكن احنا نختار اللون بتاعه، الت مع باك سبيس، كنترول دي، تمام، ورجعه ورا شوية، اخفي كده. ادي المنظر اللي احنا ايه هنكتب فيه. الحاجات دي في الديزاين بتكون كويسة قوي، يعني وانت شغال بيها بتفرق خالص معاك، تمام. منظر زي اللي حضراتكم شايفينه ده، ده بتعمل ايه بيه؟ اهو بيترسم اهو ببساطة، ارسم. تبتكر انت اشكال علشان ما تتزنقش انك تعمل ايه الهيدرز، اللي هي البنرات اللي بنحط فيها العناوين مثلا وما شابه. ادي واحد، تمام، كنترول دي. ايه تاني حضراتكم؟ اهو ادي المنظر التاني، الدنيا بسيطة خالص. اعمل لير جديدة، وادي اللون اللي هو الاحمر، الت مع باك سبيس، كنترول دي، بس هرجعه ورا شوية، مرة واحدة بس، تمام. هأخفي ده، شايفين المنظر؟ نقدر ناخد حاجة كده تحت وليكن، كنترول مع انتر، نعمل له لير جديد ونغمق شوية، الت مع باك سبيس، كنترول واصغر. الحاجات دي زي ما بقول لحضراتكم في التصاميم، ده الاتجاه الحديث، مش ان انا اجيب فريم جاهز يعني برواز جاهز، لا، ان انا اعمل ايه شغل يكون بتاعي انا، شغل من عندي انا. بيفرق في الشغل؟ ايوه بيفرق جدا، تمام. حضراتكم ادي نموذج، شوفوا حضراتكم المنظر ده اللي مكتوب فيه كلمة المخالفات والحاجات دي، ايه هو الفكرة فيه؟ اهو انا عندي شكل من الاشكال، تمام، ادي شكل اهو، هعمل ايه؟ ادي الشكل اللي انا عايز ارسمه اهو، كنترول وانتر، كنترول مع انتر، واعمل ادي اللير بتاعته، اللير الجديدة، اللون الاصفر، الت مع باك سبيس، كنترول دي، وبعدين
ادي الشكل اللي فوق اهو ارسمه، شايفين حضراتكم انا برسم اهو ببساطة، كنترول وانتر واديله لير جديد، الت مع باك سبيس ماشي، وبعدين المثلث الصغير ده اهو من اول هنا كده، كنترول وانتر، ومنساش اعمل اللير الجديد اديله لون ايه وليكن في الغوامق او خليه فواتح بسيطة يعني، الت مع باك سبيس كنترول دي، طبعا هو طلع كده فوق عايز ارجعه ورا، كنترول واصغر من 2 اهم تمام، واجي هنا اهو اخوه نفس الشكل بالضبط، كنترول مع انتر واديله لير جديدة، والت مع باك سبيس كنترول دي، ايه اللي انا عملته حضراتكم؟ منظر جديد، منظر جديد اقدر اكتب فيه البيان اللي انا عايزه، يعني انا في اللوحة اللي حضراتكم شفتوها انا عامل ايه، فايل اوبن مثلا، شوف كده، انت دي بقى بتفرق معاك في توزيع الداتا اللي عندك، يعني ايه، يعني انا مثلا كلمة الغياب انا عايز اعمل لها فريم لوحدها، لما يكون الفريم داخل ضمن حاجات زي كده بيفرق خالص، ان انت اللي عامل بقى الديزاين، انت اللي عامل الشغل، شايفين حضراتكم منظر رهيب ممتاز فعلا، يعني بنيجي نقيم الشغل مش واحد جايب مربعات وحاجات جاهزة وكده وخلاص، لا انت بتشتغل واحدة واحدة، الامور بسيطة جدا جدا جدا، انا عايز حضراتكم تتعلموا ازاي تعملوا اشكال وتركبوها على بعضها، يعني مثلا هاجي ارسم مستطيل زي كده مثلا، الفن ده بيسموه اوريجامي، اوريجامي، وانت داخل بتدور على النت اكتب كلمة اوريجامي هتلاقي ايه حاجات كتير جدا على كلمة اوريجامي، الت مع باك سبيس عمل لي ايه الشكل ده، كنترول دي، انت عايز بقى إيه؟ يطلع منه ايه حاجة كده مثلا وليكن، كنترول وانتر تمام، وديله لون ايه اصفر وليكن زي ده، الت مع باك سبيس كنترول دي، تخيلوا حضراتكم وانت شغال ديزاينر لحد مثلا عنده صفحة ولا حاجة وبتعمله الاشكال دي، الاشكال دي ممتازة ورائعة في يعني كاتجاه حديث في التصاميم، ان انت ما بتعملش فريمات عادية، اللي هو الشغل الشبابي، الشبابي اللي احنا بنقول عليه ايه ملوش ستايل، يعني الشاب كده ما ينفعش انه يبقى لابس اللبس الكلاسيكي اللي احنا ايه نعرفه، انه هو مجرد لابس قميص وبنطلون وحاطط القميص في البنطلون ومشمر ايديه ولا لابس كرافتة مثلا او كده، لا ده الشغل ده جديد، تعمله فرصة مثلا منظر زي كده وتروح حاطط ايه صور مثلا اهرامات او ما شابه، يطلع لك ديزاين خلصت، هو ده الديزاين، حاجات خفيفة فريمات جديدة احنا بنعملها، ما بنتأيدش بالشغل اللي موجود، هعمل مثلا شكل زي ده كده حضراتكم مثلا، كنترول وانتر تمام، والون زي ما انا عايز كده، كنترول دي، وهعمل الشكل التاني عامل ازاي اللي طالع منه اهو، كنترول وانتر واديله اللير الجديدة واديله ايه الت مع باك سبيس كنترول دي، وارجعه ورا شوية بس خلاص تمام، واكتب الكلمة اللي انت عايزها هنا انجوي، يبقى انا كده بعمل ايه شغل جديد من خلال اداة البين تول، اداة البين تول دي اداة بسيطة جدا جدا، هي اسهل اداة في التعامل معاها في الفوتوشوب، وهي اكثر الادوات اللي احنا بنتعامل معاها، ثلاث حاجات اساسية احنا بنتعامل معاهم بكثرة في الفوتوشوب، الحاجة الاولانية اداة الموف تول، الحاجة التانية اداة التكست اللي هي الكتابة، الحاجة التالتة البين تول، اللي يجيد التلاتة دول خلاص الدنيا كده ايه بسيطة، الموف تول بيحرك العناصر في المكان اللي هو عايزه، اداة البين تول بيقص بيها وبينشئ اشكال جديدة، الكتابة بيكتب بيها التكست، خلصنا الباقي كله شوية خلفيات طبعا، يعني زي ما قلت لحضراتكم تقروا في فلسفة الألوان والحاجات دي، لكن
يعني خلفية شكلها جميل على صورة كويسة بنقصها كويس على تكست مكتوب بفونت جميل ومعمول عليه بعض التأثيرات، الدنيا بتمشي والشغل بيكون جميل ولطيف. أنا مش حابب أطول على حضراتكم علشان الوقت اتأخر، إن شاء الله منتظر إبداعاتكم وتجاربكم في التصميم، إن شاء الله الدنيا تمشي معاكم. بكرة إن شاء الله نستكمل موضوع القص بشكل أساسي واحترافي، إن إحنا نقص أي شكل من أي مكان ونركبه في الديزاين. القص بيشتغل كويس في موضوع رسم اللوجوهات، أداة البين تول بتشتغل كويس في موضوع رسم اللوجوهات. بكرة إن شاء الله هيكون ميعادنا الساعة 9 بالليل، مش 11 زي النهاردة، لأ 9 على الميعاد القديم. بشكركم شكر جزيل، وأنا منتظر لو في حد عنده أي استفسار أو أي تساؤل تحت أمركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.